هذا سمارت تي في؟ هذا تلاير تي في، بين عليه صناعة صيني. تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة، تم عمل الترتيبات اللازمة لصرف مبلغ 200,000 لكل عميد عائلة وتوزيعها على أفراد أسرته، بشرط حصوله على ختم العائلة ليكون ممثلا عنهم في المجلس الأعلى للعوائل. اسمع يا الوجه البارد، ايش تبي فيني بعد؟ مسفوف من اختك وانت بتشعمني، ولا وما قلت لي هالتلفزيون سمارت تي في ولا لا؟ اضحك معك يا رجال، اضحك معك، حنا ابي لكم الزينه، ابى ارفع من قدركم. ويد ما شاء الله عليك، من تتكلم بهالطريقه وراك شيء، ما ادري اخاف اسلوبك يتغير، ومن يتعدل اسلوبك وراك شيء يخرع. كاشفنا الملعون، وجه العجينه هذا هو الاقرب انه ياخذ عميد عائله ديسمبر، لانه رجل خيتي وقبيلتها ما عرفنا لهم رجاجيل بديرت، وانا قبيلتي ما هم معطيني العماده، يدرون بعلوم الرديه، اجل مالي اللي اخذ منها صك رسمي بني عميد عائله ال ديسمبر ومثلهم بالمجلس. عبيد شيك ساكت وسارح؟ انا وش عندي اخذ واعطي معك انت الدلخ، اروح لخيتي طلقه واكلمها. يلا قلع.